بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض يونت 7 من المادة M150A، وهناخد فيها الاف ستيتمنت. الاف ستيتمنت حاجة مهمة جدا جدا في البرمجة، ولو انت فهمت الدرس ده هتفهم برمجة بشكل كويس وهتبقى مبرمج شاطر جدا. بكل باختصار، الاف ستيتمنت عبارة عن شرط، والشرط بنعمله بالشكل ده في البرمجة. احنا عندنا شرط، الشرط ده لو اتنفذ بنقول عليه ترو. ترو يعني اتنفذ، يعني اتحقق الشرط. في الحالة دي بينفذ حاجة معينة. طب لو الشرط ده ما اتنفذش، ملناش دعوة، ما بيحصلش اي حاجة. في حد هيقول لي يعني ايه شرط ويعني ايه ترو، انا مش فاهم حاجة. هبسطها لك. حسين ده موظف شاطر كده ومبسوط من نفسه، كان عايز يعني يخرج بدري شوية، فراح للمدير بتاعه وقال له لو سمحت يا حضرة المدير، والمدير بتاعه كمان كان كويس بصراحة يعني، فقال له لو سمحت أنا عندي ظروف وعايز أخرج شوية بدري من الشغل. فالمدير لأنه كويس شوية قال له شوف يا حسين، أنا هخليك تخرج بس بشرط، لو نفذت الشرط ده، الشرط هو إنك تخلص شغلك بدري. لو خلصت شغلك بدري في الحالة دي هخليك تخرج ساعة بدري. يبقى في شرط، الشرط ده لو حصل هيتنفذ حاجة معينة. ده بالنسبة دي جملة اف، الشرط ده بنقول عليه جملة اف، خلاص. والشرط ده احنا بنسميه بوليان اكسبريشن، بوليان اكسبريشن اللي هو الشرط، خلاص. طيب في نوع تاني من انواع الشروط اللي هو اف إلس، ده برضو شرط، بس الشرط ده ممكن يبقى ترو وممكن يبقى فولس، ممكن يبقى ترو وممكن يبقى فولس. في حالة ان هو ترو بينفذ حاجة معينة، وفي حالة ان هو فولس ما تنفذش، ده بينفذ حاجة تانية. حد هيقول لي مش فاهم حاجة، حسين تعالى يا حسين. هو نفسه حسين رايح المدير بتاعه وهو مبسوط قوي، وبيقول له يعني يا حضرة المدير بعد اذنك، عادل له لبسه بس، يا حضرة المدير بعد اذنك انا عايز، بس كان المدير بتاعه رخم شوية وكشر وزعلان من نفسه، فقال له يا حضرة المدير بعد اذنك انا عايز اخرج من الشغل بدري ساعة. قال له اه عايز تخرج بدري ساعة، اخرجك بدري ساعة بس بشرط، لو نفذت الشرط اللي هو انك تخلص شغلك بدري انا هخرجك بدري ساعة، ولكن لو ما نفذتش الشرط يعني فولس، في الحالة دي هخليك تتأخر في الشغل ساعة. يعني رخم رخم يعني. فانت عندك هنا دلوقتي بوليان اكسبريشن، شرط معين، لو تنفذ الشرط ده بقى ترو هينفذ حاجة، ولو فولس بينفذ حاجة تانية. لو عايز تفهم الموضوع أكتر تعال ناخد الكود البرمجي بتاع الإف والإف إلس. في الكود البرمجي أنت بتكتب جملة إف، وبعدها بتكتب هنا شرط معين اللي هو بوليان إكسبريشن. في حالة تحقيق الشرط بتبدأ تعمل إيه؟ بتبدأ تطبق حاجة معينة، خلاص؟ بس بعد الشرط أوعى تنسى إن في هنا نقطتين فوق بعض. لو ما تنفذش الشرط ده المفروض انك بتروح على حاجة تانية اسمها إلس، بتحط بعدها نقطتين فوق بعض وبتكتب كلام تاني المفروض ان هو بيتنفذ في حالة عدم تحقيق الشرط. تعال بقى ناخد الموضوع ده ونبسطه اكتر بشكل برمجي. دلوقتي بقى هنبدأ نتعامل مع السكريبت مود، خلاص. هفكرك تاني، احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بندخل على قائمة الستارت ونكتب كلمة ايدل، او ممكن ندور عليها بشكل يدوي، نروح هنا كده ندور على حرف البي، حرف البي اهو، بندور على بايثون ايدل، يفتح لي الايدل. طيب عايز اجيب منه السكريبت، اعمل ايه؟ السكريبت اللي هو ده،
اجيبه ازاي؟ من قائمة فايل اضغط نيو فايل. دي بقى الواجهة اللي المبرمج بيتعامل معاها، المبرمج اللي زينا دلوقتي بقى، احنا هنبدأ نتعامل مع الاف احنا مبرمجين. لو عايز اتعامل مع جملة اف، المفروض ان انا باجي هنا اكتب اف وبعدين مسافة، وبعدين اكتب بوليان اكسبريشن معين. بوليان اكسبريشن يعني ايه؟ يعني اكتب له مثلا 5 اكبر من 3. بوليان اكسبريشن معناه ان هو اما هيدي لك ترو او فولس، يعني اما هيدي لك صح او غلط. هي 5 اكبر من 3 دي ترو ولا فولس؟ طبعا الخمسة اكبر من 3 يعني ترو. هتقوم حاطط بعدها مباشرة نقطتين فوق بعض وتنزل. ده عبارة عن البوليان اكسبريشن. لو ادالك ترو هينفذ الكلام اللي موجود هنا، هقول له مثلا برنت كوركت. يبقى لو البوليان اكسبريشن ده ادالك ترو هو فعلا هيدلنا ترو، هيطبع كلمه ايه؟ هيطبع كلمه كوركت. طب انا بعد كده عايز اكتب إلس، اكتبها فين؟ إلس اللي هو لو البوليان اكسبريشن ادالك فولس. فإلس مش هتتكتب هنا، هتتكتب من اول السطر إلس وبعدها نقطتين فوق بعض وانزل print not correct. خلي بالك من حاجة مهمة جدا، ركز معايا. دي جملة اف. جملة اف بيكون فيها شرط معين اهو، لو تنفذ الشرط ده بينفذ الحاجات، او لو الشرط ده ادالك ترو بينفذ الحاجات اللي تحتها. بس الحاجات اللي تحتها ما ينفعش تكون على محاذاة اف، بتبقى قدام شوية، يعني بيبقى في اندنتيشن او مسافة. شوف انا كتبت لك جملة برنت مش تحت الاف على طول، لا بعدها بمسافة. مش لازم يكون سطر واحد، ممكن يكون اكتر من سطر. يعني ممكن اقول له هنا برنت ويل دان. يبقى لما جملة اف، لما الشرط ده يديلك ترو بينفذ كل حاجة موجودة تحت اف، بس لازم يكون في مسافة. طب لو الشرط ده ادالك فولس هينفذ اللي بعد إلس، بس برضو لازم يكون في مسافة. الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، واحد لازم الشرط ده يكون بوليان اكسبريشن يديلنا اما ترو او فولس. اتنين لازم يكون بعد جملة اف نقطتين فوق بعض بالشكل ده. تلاتة لازم الجمل اللي هتكون تحت جملة اف يكون في مسافة بادئة قبلها. اربعة لازم جملة إلس يجي بعدها نقطتين فوق بعض، وطبعا كل حاجة تحتها يبقى في مسافة بادئة بنفس الطريقة. ده الشكل او السنتكس بتاع جملة اف اللي هينفذ لك الجملة بشكل سليم. طيب تفتكر دلوقتي ايه اللي هيتنفذ، او ايه اللي هيديني في الكود يعني نتيجة هتكون عاملة ازاي؟ طبعا لان البوليان اكسبريشن ده هيديلي ترو، يبقى في الحاله دي هيطبع لي كلمه كوركت ويل دان. تعال نجرب، تعال نحفظ الملف الاول. نقول له مثلا تيست 2 دوت بي واي برضو، بس هو اوتوماتيك هيعملها لي دوت بي واي اهو. ونقول له ران موديول، كتب لي كلمه كوركت وبعدها ويل دان. طيب تعال نقفل البرنامج ده، ومعلش انا بعد كده هتعامل مع برنامج ثوني. تعال ننسخ الكود ده. انت عايز تتعامل مع البرنامج ده تعامل معاه، بس انا شايف ان ثوني احسن. زي ما قلت لك اكتب كلمة ثوني في جوجل وبعدين نزل البرنامج، اعمل نيكست 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 نيكست، وفي الاخر فينش، خلاص البرنامج اتعمل له انستول عندك. البرنامج ده احسن واسهل في اكتشاف الاخطاء، يعني لما يكون عندك خطا سهل ان انت تعرفه. تعال ننسخ نفس الكود اهو بالشكل ده. الميزه فيه كمان ان هو بيظهر لك النتيجه في نفس الصفحه، يعني انت لو شغلت هنا طبعا لازم تحفظ الاول. تعال نحفظ في نفس الملف، او نكتب تيست دوت بي واي واعمل سيف. قال لك هستبدل الملف اللي موجود، قول له ماشي. شوف بمجرد ما شغلنا على طول correct well done جاب لك النتيجة مباشرة. طب افرض ان انا بدلت البوليان اكسبريشن ده خليته 3 اكبر من 5،
ايه اللي حصل؟ قال لك not correct. ليه؟ 3 اكبر من 5 دي يعني false. false مش هيروح على اللي بعد جملة if، هيروح على اللي بعد جملة else ينفذه. يعني لو كان ده true هيروح على ده ينفذه، اما لو كان false هيروح على اللي بعد else ينفذه. طيب عايزين نكتب برنامج المفروض ان هو قيمة الجريد مثلا بتاعت الستودنت بتساوي رقم معين ليكن 67%. فعايز اقول له والله لو الجريد اكبر من 50% او لو 50% او اكتر اديلي مثلا باس، اما لو ما كانش كده اديني فيل. فهقول له اف لو الجريد اكبر من او يساوي، ما انت عندك شويه بوليان اكسبريشنز، شويه اوبريتورز، عندك مثلا اكبر من او يساوي، عندك اكبر من، عندك يساوي يساوي، هناخدهم دلوقتي. لو الجريد اكبر من او يساوي 50، نقطتين فوق بعض، اعمل ايه؟ برنت باس، يعني انت ناجح. إلس نقطتين فوق بعض، ايوه ممتاز. في حد قال لي انت عملت حاجة غلط. ايه بقى الحاجة الغلط اللي انا عملتها؟ إلس لازم تكون من اول السطر، ما ينفعش تيجي تعمل إلس من هنا، إلس من اول السطر كده وبعدين ايه انتر. برنت فيل يعني انت ساقط. طيب هو في الحالة دي الجريد اصلا 67، يعني هو فعليا الجريد اكبر من 50، يبقى المفروض هيطبع كلمة باس. تعال نجرب، طبع لك كلمة باس يعني انت ناجح. طيب هل انا ممكن بدل ما اخد القيمة بالشكل ده، مش طبيعي ابدا ان انا اعمل برنامج واكتب انا القيمة جواه، انا عايز القيمة اخدها من المستخدم. هل ينفع اخد القيمة من المستخدم ولا ما ينفعش؟ ينفع اخد القيمة من المستخدم. بتعمل ايه؟ بتعمل كلمة input، تفتح قوس وبتطلع له رسالة enter your grade. يبقى انت بتقول للمستخدم من فضلك دخل لي الجريد بتاعك كده. تعال نشغل انتر يور جريد، هدخل له مثلا ان الجريد بتاعي 67، ادالي ايرور. الميزه في البرنامج ده ان هو بيطلع لك الايرورز، ماشي؟ فانت لو ضغطت هنا جه قال لك في مشكله في السطر ده. طب ايه المشكله؟ قال لك هنا اكبر من او يساوي not supported. not supported ازاي يا عم؟ بيقول لك هي not supported، بس not supported بين string وانتجر. يعني ايه؟ يعني من الاخر القيمه دي انتجر ولكن القيمه دي string. الجريد string. ليه الجريد string؟ انا واخد قيمه من المستخدم. ليه دخل لي قيمه والمستخدم دخل لي القيمه 67؟ ليه string؟ انا اقول لك ليه. المشكله ان البرنامج لما بيجي ياخد قيمه من المستخدم هو ما بيفهمش، هو بيفهم ان اي قيمه هو بياخدها من المستخدم هي قيمه string، ما بيفهمش ابدا انها انتجر. فانت لازم تفهمه انها انتجر او انها قيمه رقميه. افهمه ازاي انها قيمه رقميه؟ هتيجي هنا قبل انبوت دي تقول له ايفال وتقفل قوس في الاخر. لازم تحطها بين قوسين كده وايفال. ايفال دي بتحولها من قيمه سترينج اللي المستخدم دخلها، بيحولها الى قيمه رقميه. هو صحيح المستخدم بيدخل 67 بس برضه الكمبيوتر او البرنامج او البايثون او الجافا ما بيفهموش ان القيمه اللي داخله من المستخدم قيمه انتجر، لازم انت تفهمه. تعالى كده نجرب بقى. انتر يور جريد، هدخل له 67، قال لك باس. طب لو جربت البرنامج مره تانية ودخلت له مثلا 44، قال لك فيل. تمام. في حد هيقول لي طيب هو احنا عندنا هنا اكبر من او يساوي، هي اكبر من او يساوي بس ولا في علامات تانية؟ هقول لك لا، في علامات تانية. يعني انت عندك مثلا اصغر من، وعندك اكبر من، عندك اصغر من او يساوي، وعندك اكبر من او يساوي، وعندك لا يساوي.
دي كلها علامات احنا بنسميها الريليشنال اوبريتورز، خلاص، وممكن نستخدمها كلها، ودي كلها اما هتطلع لك ترو او هتطلع لك فولس. في حاجه كمان اسمها الايكواليتي اوبريتور، اللي هي المفروض انها يساوي، ان انت بتختبر تساوي قيمتين. يعني ممكن تختبر مثلا الاكس اكبر، الاكس بيساوي الخمسة ولا لا، بس احنا ما بنحطهاش يساوي. لما تختبرها بتقول يساوي يساوي، لازم تحط الاثنين يساوي جنب بعض. وطبعا زي ما قلت لك لا يساوي اللي هي not equal، اللي هي دي لا يساوي، ودي يساوي يساوي. طيب تعال ناخد برنامج المفروض ان هو بياخد قيمتين من المستخدم وبيعمل عليهم عملية جمع. فهاجي هنا اقول له مثلا نمبر 1، ده المتغير الاولاني، بيساوي eval زي ما اتفقنا، وبعدين input enter the first number. تقفل قوسين لانك بتقفل eval وبتقفل input. في حد هيقول لي بس دول single quotes مش double quotation، هقول لك عادي single quote او double quotation ما فيهاش حاجة. ده خدنا نمبر 1، هناخد كمان نمبر 2، يبقى انا خدت قيمتين من المستخدم عايز اعمل عليهم عملية جمع. ممكن بكل بساطة تيجي هنا تقول له ان sum هيساوي number 1 زائد number 2. طب وبعدين ممكن تقول له print sum، اطبع لي قيمة sum. بس عشان تقول له اجمع اطبع لي قيمة sum هيطلع لك الجمع بس، والمستخدم مش هيفهم منها حاجة. يعني انت لو كتبت كده، تعال نجرب اهو، انتر ذا فيرست نمبر، هقول له 5. المفروض كمان كنا نعمل مسافه هنا، يعني اعمل ستوب كده واعمل لي مسافه هنا او نقطتين فوق بعض وبعدهم مسافه عشان تسيب المجال للمستخدم ان هو يدخل قيمه. اهو انتر ذا فيرست نمبر، هقول له 5. انتر ذا سكند نمبر، المفروض دي تكون سكند نمبر، فهقول له 6، فحط لي 11. 11 دي المستخدم مش هيفهم منها حاجه، المفروض تقول له the summation is 11. يبقى هنا هنغير، هنخليها second number، وهنا المفروض نطبع له جملة قبل النتيجة نقول له the summation is، وبعدين فاصلة كوما، كوما بين المتغير وبين دي، بما انها بين double quotation هتطلع زي ما هي. الحاجة اللي في جملة print اللي بين double quotation بتطلع زي ما هي، اما المتغير بتحطه من غير دبل كوتيشن فبتطلع القيمة بتاعت المتغير مش اسمه. يعني دي ما تحطهاش بين دبل كوتيشن، لو حطيتها بين دبل كوتيشن هيطلع لك كلمة سم، لو حطيتها كده هيطلع لك القيمة بتاعت المتغير اللي اسمه سم. تمام؟ طيب تعال نجرب كده اهو، انتر فيرست نمبر 5، انتر سكند نمبر 6، قال لك ذا سميشن اس 11. طب افرض بقى انت عايز تطلع له تقول له The summation of 5 زائد 6 بيساوي 11، تطلعها له ازاي دي؟ تقول له The summation of فاصلة، انت عايز تكتب الرقم اللي هو number 1 اللي هو 5 او 6 على حسب ما هيدخل المستخدم، فهتكتب هنا number 1 فاصلة واعمل هنا مسافة. يبقى هيقول لك ده سميشن اوف 7، عايز اقول له علامه الزائد عايزها تتطبع زي ما هي، فحط هنا بين دبل كوتيشن علامه الزائد وبعدين فاصله اللي هي كوما وبعدين نمبر 2 وبعدين كوما، واقول له هنا مثلا يساوي سميشن اوف نمبر 1 زائد نمبر 2 بيساوي بعدين فاصلة وبعدين صم. يعني ايه الكلام ده تاني بقى؟ الجملة اللي بين الدبل كوتيشن دي هتنزل زي ما هي، ذا سميشن اوف نمبر 1 ده القيمة اللي دخلها المستخدم اللي هي 5 مثلا، ونمبر 2 دي 6 مثلا القيمة اللي دخلها المستخدم، فهيظهر له ذا سميشن اوف 5 زائد دي هتنزل زي ما هي زائد 6 هتنزل كده، كلمة يساوي دي هتنزل زي ما هي لأنها بين دبل كوتيشن، وبعدين صم هيجي النتيجة بتاعت صم اللي هي 5 زائد 6 بيساوي 11.
فهيظهر للمستخدم ذا سميشن اوف 5 زائد 6 بيساوي 11. تعال نشوف، بلاش 5 و6، قول له 8 و7، فقال لك ذا سميشن اوف 8 زائد 7 بيساوي 15. شفت الشكل بتاعها حلو ازاي؟ ده مهم جدا في الاختبارات ومهم في الواجب. في حد هيقول لي اه بس احنا ما استخدمناش هنا الاف ستيتمنت، يعني احنا عملنا بس شويه انبوت وما استخدمناش الاف. تعال بقى نستخدمها. تعال هنا بدل ما، طبعا الجمله دي هتخليني اجمع الرقمين واسندهم لصم، لا انا عايز المستخدم هو اللي يدخل قيمه الصم، يعني المستخدم هيدخل كمان قيمه اللي هي قيمه الصم. اقول له انتر ذا سميشن اوف ذا تو فاليوز. انا مش عايزك بس تدخل لي نمبر 1 ونمبر 2، انا عايز اشوفك هل انت هتجيب المجموع صح ولا لا. في الحاله دي هعمل لك اف ستيتمنت، اقول لك اف لو، وابدا اختبر بقى هل نمبر 1 زائد نمبر 2 ايكوالز سم. يعني انا دلوقتي بختبرك، انت دخلت لي نمبر 1 ونمبر 2، طب انا هجمعهم الاثنين على بعض واشوف هل فعلا هم هيساوي سم اللي انت دخلتها. لو كان كده هقول لك برنت جريت، إلس برنت سوري تراي اجين او اتس نوت كوركت، اي حاجه. يبقى هنا بيطلب منك انك تدخل الرقم الاولاني، هدخله مثلا 5، الرقم الثاني 6، هنا طلب منك انك تجمع الرقمين 5 و6، انا هدخله 10. طبعا هما مجموعهم 11، يعني الرقم غلط. فهو لما يجي يجرب البوليان اكسبريشن نمبر 1 زائد نمبر 2 11 ايكوالز ايكوال سم اللي هي المستخدم دخلها 10، 11 ايكوالز ايكوالز 10 هيديني فولس، يبقى هيروح ينفذ اللي بعد ايلس سوري تراي اجين. تمام. ممكن اخد برضو مثال لذيذ، انا عشان اعمل راندوم نمبر في البايثون بقول له فروم تقريبا امبورت او راندوم امبورت راند انت، ده عشان اعمل راندوم نمبر، يعني انا عايز اولد رقم بشكل عشوائي. تمام. فهعرف هنا متغير اسميه مثلا num واقول له بيساوي راند انت من 1 الى 10. ده المفروض ان هو يولد لي رقم عشوائي من 1 الى 10. طبعا الرقم العشوائي ده مش انا اللي هحدده، هو اللي هيتحدد كده. تمام. يبقى ده بيولد لي عدد من 1 الى 10، انا معرفش هو ايه العدد وهيخزنه في num. فانا عايز اجي هنا اخلي المستخدم يخمن عدد، يعني اخلي المستخدم يدخل عدد معين. هقول له انتر او جس ا نمبر، يبقى دلوقتي ده بيعمل امبورت للمكتبه اللي بتعمل راندوم خلاص عشان اقدر استخدمه. وهنا بستخدمه بحيث ان انا اولد عدد من 1 الى 10، بخزنه في نمبر. انا عايز اشوف هل النمبر ده المستخدم هيقدر يخمنه ولا لا، فعايز اشوف هل جس بتساوي نمبر، هل الرقم اللي تم توليده بشكل عشوائي بيساوي الرقم اللي خمنه المستخدم. فهاجي هنا اقول له اف لو num equals equals guess. طبعا انت مش محتاج الاقواس دي في حاجه، انت محتاج بس نقطتين فوق بعض. هتقول له print correct مثلا، else wrong او not correct. تعال نجرب كده، guess a number تقول له 5، قال لك wrong، يبقى انت ما عرفتش تخمن الرقم الصح من 1 ل 10.
طبعا احنا عرفنا مهارة جديدة اللي هي ازاي تولد عدد عشوائي من عدد الى عدد معين، خلاص. طيب تعالوا بقى نرجع تاني للمذكرة بتاعتنا ونشوف ايه الحاجات اللي احنا خدناها عشان نبقى ماشيين مع المذكرة. طبعا ده مجرد مثال، هو مديهولك في الاول بس يعني مقدمة كده، لكن هو هناخده بالتفصيل بعدين لان فيه هنا اور لسه احنا ما خدناهاش. هنا ازاي تدخل او تاخد قيمة من المستخدم، هنا ازاي تاخد قيمتين، خدنا الاكس وخدنا الواي وعملنا بينهم عملية جمع للاكس والواي، المستخدم دخل هنا 5 ودخل هنا 10، بقت النتيجة كام؟ 15. طيب هنا بيكلمك على البوليان اكسبريشن، وبيقول لك ان البوليان اكسبريشن ممكن يكون فيها ترو او فولس، تمام؟ وبيقول لك ان هنتعامل بعد كده مع حاجة اسمها نوت واند واور، هناخدهم كمان شوية. وهنا بيقول لك الجدول ده انا شايفه برضو مهم، واحنا كنا خدناه قبل كده في شابتر 6 يعني، لما قال لك هنا اكس وواي، وقلت لك عشان نكون واي بنقول له ترو فولس ترو فولس، عشان نكون اكس بنقول له 2 ترو و2 فولس. نوت اكس هي عكس اكس بالظبط، يعني اكس ترو دي تبقى فولس، نوت واي عكس واي بالظبط، يعني دي ترو دي تبقى فولس، دي فولس دي تبقى ترو. اكس اند واي يعني لازم هما الاثنين يكونوا ترو علشان يبقى الناتج ترو، يعني لما اكس بيكون بترو وواي بيساوي ترو لازم الناتج هيطلع ترو، لكن لو واحده منهم فولس يبقى الناتج فولس. دي اند، مهم جدا تعرف ان اند لازم الاثنين يبقوا ترو عشان الناتج يبقى ترو. لو فيهم واحده فولس الناتج هيبقى فولس، فيهم واحده فولس الناتج هيبقى فولس، فيهم واحده فولس الناتج هيبقى فولس. اما اور بتقول لك ايه؟ اور بتقول لك لو في واحده من الاثنين ترو الناتج هيبقى ترو، يعني دي في واحده منهم ترو الناتج هيبقى ترو، دي في واحده بس ترو الناتج هيبقى ترو، اما لو كانوا الاثنين فولس الناتج هيبقى فولس. ده مهم لان احنا هناخد دلوقتي الاند والاور كمان شويه. زي ما قلت لك دي الريليشنال اوبريتورز، عندك يساوي يساوي، عندك اصغر من او يساوي. اليساوي يساوي اسمها ايه؟ ايكواليتي اوبريتور زي ما احنا قلنا. وهنا مديلك مثال مبسط عن الاف، مجرد بس بيعرفك يعني ايه الاف. وهنا بدا يكلمك عن الاف إلس، وهنا بدا يدخلك في اكتر من جمله اف إلس. تعالوا ناخد فكره عن الموضوع ده وناخد بالمره اور واند. لو جه قالك في الامتحان انا عايزك تعمل لي برنامج، البرنامج ده يطبع درجات المستخدم، يطبع الجريد بتاع المستخدم بناء على درجاته، او يطبع التقدير بتاع المستخدم بناء على درجاته. لو جايب فوق 90% اطبع لي ايه؟ لو جايب فوق 80% اطبع لي بي، لو جايب فوق 70% اطبع لي سي، لو جايب اقل من 50% اطبع لي اف. يبقى انا هاجي اعمل شرط، بس قبل الشرط انا محتاج اخد من المستخدم الجريد. هقول له جريد هيساوي ايفال انبوت انتر يور جريد، وبعد كده هقول له اف. لو انت الجريد اللي دخلته ده اكبر من او يساوي 90، يبقى في الحالة دي المفروض print your grade is A، او احيانا في الاختبارات بيقول لك بس اطبع لي A، خلاص. ده لو الجريد اكبر من او يساوي 90. طب انا عايز اعمل شرط تاني بحيث لو الجريد اكبر من او يساوي 80، انا دلوقتي عايز شرط تاني لان انا محتاج ان انا اعمل شرط كمان اللي هو لو الجريد اكبر من او يساوي 80. يبقى هقول له ال اف، اللي هي اختصار لالس اف، دي ممكن تحط فيها شرط تاني تقول له اما لو كان الجريد اكبر من او يساوي 80 في الحالة دي برنت بي، تمام. طيب في حد هيقول لي ما هو الجريد لو طلع 99 ما هو برضو اكبر من 80. هقول لك لا، في اف او else اف
اما هيجيب اف او هيجيب else if، لان كلمه else if معناها اما لو. انا قصدي اقول لك ايه؟ قصدي اقول لك افرض ان المستخدم دخل 95، طب ما هو الشرطين صح، الشرط ده صح او ترو والشرط ده ترو، لان الجريد اكبر من 90 اكبر، الجريد اكبر من 80 اكبر. بس طالما عندك اف والس اف ما بياخدش الاثنين، ياخد واحد منهم بس، واحد منهم بس. يعني لو ده اتحقق وطبع لك ايه، مش هيروح عند ده. فعشان كده برجع اقول له يفضل كمان ان انت تحددها. تحددها ازاي؟ يعني تقول له هنا اند، اند بقى هنستخدمها اهو، الجريد اكبر من اصغر من او يساوي 100. دي معناها ايه؟ معناها ان لازم الشرطين يدولك ترو، يعني لازم الاتنين يتحققوا في نفس الوقت، لازم الجريد يكون اكبر من 90 وفي نفس الوقت لازم يكون اصغر من 100، لان ممكن واحد يحط لك 120. طب ما هو 120 هيدي لك ايه؟ لا انا بحددها له وبقول له لا لازم يكون من 90 لحد 100، لازم الاتنين يدولنا ترو، لازم الجريد اكبر من 90 ولازم الجريد يكون اصغر من 100. في الحالة دي هدي لك ايه؟ else if الجريد اكبر من او يساوي 80 and الجريد اصغر من او يساوي، لا هنا بس اصغر من، بس اصغر من 90، لان الجريد بي من 80 لحد 89. واجي هنا اقول له else if، يعني هنعمل بقى نفس الشرط بس هنغير فيه حاجات بسيطة. هنا هنقول له من 70 لحد 80، الحالة دي يطبع لنا سي. بس كفاية كده، في الاخر هقول له else بس. انا ما عنديش تقديرات بعد سي، اللي هيجي لي بعد إلس هيجيب درجة وحشة، اقول له برينت اف كده، او ممكن اقول له مثلا سائط تعيش وتاخد غدا كده. تعالوا بقى نجرب إلس دي هتطبع امتى. لو مفيش ولا حالة من الحالات دي اشتغلت، يعني هو ما جابش درجة بين دي ودي، ولا جاب بين دي ودي، ولا جاب بين دي ودي، في الحالة دي هيجي إلس. يعني اي حد تحت 70، اي حد تحت 70 هيجي له كلمة سائط دي. يعني لو دخلنا 50 سائط برضو كده. طب لو دخلت 95 يبقى انت كده بين 90 والمية، يبقى في الحالة دي هتاخد ايه؟ فطبعا احنا خدنا هنا اند ولكن لسه ما خدناش اور. تعالوا نشوف اند واور ده بالنسبة للاف والالس اف زي ما اتفقنا، يعني مديلك عنها مجرد شرح، كل ده شرح. ده المثال بتاع راند انت اللي هو الراندوم اللي احنا خدناه من شوية، يعني ده تكملة ليه برضو، تمام؟ اللي هو لما الجسم بيساوي النمبر لازم اعمل equals equals، تمام؟ هنا مديلك and و or، يعني بيفرق لك بينهم هما الاثنين. طبعا بيكلمك هنا بيقول لك ان ده البوليان اكسبريشن، ده معناه x اكبر من 0 if x is greater than 3، ده x اكبر من او يساوي 3، ده x بيساوي 3، ده if x لا يساوي 3. كل ده احنا ممكن نستخدمه على حسب السؤال. هنا اف الجريد اكبر من او يساوي 80 اند، معنى كده ان لازم الاثنين يديلك ترو عشان يكون الناتج ترو. اما اور معناها ايه؟ معناها لو السكور اكبر من 1000 او التايم اكبر من 20، في الحاله دي هيطبع لك كلمه جيم اوفر. يعني لو اي واحد منهم ترو، اي واحد منهم مش لازم الاثنين، هيطبع لك الكلمه اللي موجوده تحت دي. خلاص. طيب وعندنا عندك كمان حاجه اسمها اف نوت. اف نوت يعني عكس الشرط، يعني عكسه، هنا ده بيعكسه، تمام؟ يعني لو ادالك ده فولس هيروح على الجمله اللي بعدها ينفذها،
مش لو ادالك ترو. هو الطبيعي لو ادالك ترو، لا لو ادالك فولس هيروح عن ليه؟ لان دي في نط هنا. بالنسبه للاور برضو لو عايز تاخد عنها اكزامبل، احنا هنا في صفحه 60، ارجع تاني لصفحه اللي هي اول صفحه اللي هي دي اللي هي في السلايد 45، لما كنا بنقول احنا عندنا اكس بتساوي 34 ناقص 23 اللي هم كام؟ تقريبا 11. اكس بيساوي 11، واي هلو زد كذا. فهنا عامل لك بوليان اكسبريشن بيقول لك اف زد بيساوي 3 و4. الزد بيساوي 3 و4 فعلا، اور الواي بيساوي هلو، والواي كمان بيساوي هلو، يبقى هما الاثنين ترو. طب لو واحده بس منهم ترو برضه هينفذ لك اللي تحت جمله اف. يعني اللي تحت جمله اف ده هيتنفذ سواء الشرط ده ترو او ده ترو، مش لازم يكونوا الاثنين. تمام، نرجع تاني لصفحة 60. بعد كده بيقول لك عندك اتنين مستيك، بيقول لك انهم كومون مستيك، يعني اخطاء مشهورة. يعني ان انت بدل ما تقول له اكس يساوي يساوي واحد دي كوريكت، احيانا بتقول له اف اكس بيساوي واحد، دي غلط، دي ناس كتير بتقعوا فيها فعلا. يعني الكومون مستيك التاني ان انت بتستخدم اند او اور، انت مش عارف تستخدم اي واحده فيهم. يعني احيانا بتستخدم اند والمفروض انك تستخدم اور، احيانا بتستخدم اور والمفروض انك تستخدم اند، فلازم تعرف تفرق بينهم كويس امتى استخدم اند وامتى استخدم اور. يعني لما قلت له مثلا ان انا عايز النتيجه تكون من 90 الى 100، في الحاله دي انا عايز ان الجريد يكون اكبر من 90 وعايز الجريد يكون اصغر من 100 في نفس الوقت، لازم الاثنين يتحققوا. طالما انا عايز ان الاثنين الشرطين يتنفذوا بستخدم اند، لان لازم الجريد يكون اصغر من 90 ولازم الجريد يكون اكبر من 90 ولازم يكون اصغر من 100. تمام، فطالما انا عايز الشرطين مع بعض بعمل اند، اما لو عايز شرط واحد على الاقل بعمل اور. طيب تعالوا ناخد برضو مثال عن اور، يعني اور امتى نستخدمها برضو. تعالى اديلك مثال لذيذ ودمه خفيف. دلوقتي في مشكلة في المثال ده، يعني عشان نحسن المثال ده، انت كمبرمج المفروض بتتوقع خطأ المستخدم. هو لو دخل 90 من 90 ل 100، ودي حاجة احنا عملنا هنا اند عشان هو لو دخل فوق ال 100. طب هو لو دخل فوق ال 100 دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده نخلي الجريد 150، يعني المستخدم دخل الجريد كده لأي سبب، يعني بيجرب ساقط تعيش وتاخد غيرها. طبعا المفروض ان انت ما تقولوش ساقط، المفروض تقول له يور فاليو از انكوريكت، الفاليو اصلا غلط، هو مش ساقط هو بيهزر. فالمفروض تيجي بقى فوق خالص كده تخلي دي else if، ونخلي فوقها جمله اف تانية بتقول ايه بقى؟ اف لو الجريد اكبر من 100، ما هو لو اكبر من 100 دي قيمه غلط، هنا بقى ممكن استخدم اور او الجريد اصغر من زيرو، يعني حاطط لك الرقم بالسالب. معنى كده ان انا بقول له والله لو كان الجريد اكبر من 100، ما هو ما ينفعش الاثنين مع بعض، ما ينفعش اعمل اند. ليه؟ هو ينفع الجريد يبقى اكبر من 100 وفي نفس الوقت اصغر من صفر؟ ازاي؟ ما ينفعش الا حاجه من الاثنين، يا اما يبقى اكبر من 100 يا اما يبقى اصغر من صفر. مش ممكن ابدا الشرطين دول هيتلاقوا، مش ممكن هتلاقي الجريد اكبر من 100 واصغر من صفر، ما ينفعش. فهنا بتستخدم اور. لو الجريد المستخدم دخل اكبر من 100 زي 150، او دخل عدد اقل من الصفر زي سالب 2، تقول له مثلا سوري يور فاليو از انكوركت، الفاليو بتاعتك اصلا غلط. يبقى في الحالة دي لو هو فكر يدخل رقم بالسالب سالب 5، هقول له sorry your value is incorrect. ده استخدامنا برضو الاور. بعد كده المثال اللي احنا خدناه اهو اللي هو الجريد اكبر من 90، بس احنا حسناه شوية. هو حاطط لك اند برضو هنا. طيب
طيب هنا هو خلص الـ if statement وبعد كده جايب لك exercises، بيقول لك write a program that asks the user، دي بقى أمثلة امتحانات، أسئلة امتحانات يعني. اهو بيقول لك write a program that asks the user to enter a lens in centimeters، هتدخل له اللينس بالسنتيمترز. فانت طبعا هتيجي هنا تقول له لينس، هيساوي eval input enter the lens in centimeters كده. بعد كده بيقول لك if the user enters a negative lens، لو المستخدم دخل العدد بالسالب. هو يعني ايه بالسالب؟ بالسالب يعني هاجي اقول له if لو اللينس هي تي اتش مش اتش تي، لو اللينس اصغر من زيرو، ما هو بالسالب يعني اصغر من زيرو، اي حاجة اصغر من زيرو هي قيمة سالبة. في الحالة دي اعمل ايه؟ The program should tell the user that the entry is invalid. هتطبع له رسالة تقول له print the entry is invalid. طيب otherwise يعني else. otherwise يعني لو هو مش قيمة سالبة، the program should convert the lens to inches. هتحول من اللينس اللي هو بالسنتيمتر إلى inch. وفي الحالة دي بيقول لك وتطبع النتيجة. There are 2.54 centimeters in inch. يبقى انت هتيجي هنا تقول له else. في الحالة دي هتحول بقى، هتقول له inch هيساوي اللينس على 2.54 كده، عشان تحول من inch لان هو عايز النتيجة بالانش. خلاص؟ فعشان تجيبها بالانش لازم تقسم على العدد ده. وفي الاخر هتقول له مثلا print the lens in inches is inch. بس كده، كده المسألة اتحلت. يعني لو انت دخلتها بقيمة سالبة، قلت له مثلا سالب 20، هيقول لك في الحالة دي ده entry is invalid. اما لو جربتها سال موجب مثلا 20، جاب لك بقى ايه؟ the lens in inch. السؤال التاني بيقول لك ask the user for a temperature، تمام؟ then ask them what units. يعني في الاول هتسأله عن التمبريتشر، وبعد كده هتسأله عن اليونتس، هل هي سيليزيوس ولا فهرنهايت، هل انت عايزها سيليزيوس ولا فهرنهايت. بس هنا بيقول لك ده تمبريتشر از ان، يعني القيمة اللي انت عايز تحول منها، هل انت عايز تحول من سيليزيوس ولا من فهرنهايت، ما بيقولكش انت عايز تحول لايه. Your program should convert the temperature to the other unit. The conversion are جايب لك المعادلات. يعني ايه؟ انت الوقت هتسأل المستخدم في الاول زي ما بيقول لك عن التمبريتشر، ممكن تقول له تم درجة الحرارة بتساوي eval input enter the temperature. كده هو هيدخل التمبريتشر. طب وبعدين هترجع تسأله إيه انت عايزه؟ عايز تحول من سيليزيوس ولا من فهرنهايت؟ فهتقول له ايه؟ تقول له يونت هيساوي، مش هتستخدم ايفال. ليه مش هستخدم ايفال؟ انا عايز اقول له انت هتحول من سيليزيوس ولا من فهرنهايت، دخل سي او اف، فهاخد منه قيمة نصية، تمام؟ فعشان كده انا مش هقول له ask them what units celsius، هاخد قيمة نصية، فمش هقول له eval، لأ انا هقول له input مباشرة، input enter
ممكن اقول له كده زي ما هو كاتب سيليزيوس اور فهرنهايت وات يونتس، من اول وات يونتس كده. انت عايز تحول من اي يونت بالظبط، واحط هنا دبل كوتيشن وفي الاول دبل كوتيشن. والمفروض كمان ان انا انبهه اقول له يعني اتدخل ايه بالظبط، يعني ممكن اقول له هنا سي 4 سيليزيوس اور اف 4 فهرنهايت، بحيث ان هو يدخل لي سي او اف. فهاجي هنا اقول له اف لو اليونت، عايز بقى اقول له لو اليونت ايكوالز ايكوالز ممكن تكون فهرنهايت او ممكن تكون سيليزيوس، فاقول له والله لو انت دخلت فهرنهايت المفروض في الحالة دي يحولها لي لايه؟ يحولها لي لسليزيوس. خلاص، يعني انا هقرأ القيمة منه، لو القيمة عنده بالفهرنهايت المفروض ان انا استخدم المعادلة دي عشان احولها لسليزيوس. ففي الحالة دي هقول له سي، ده متغير هعمله بيساوي 59 في، المفروض ان اف اللي هي درجة الحرارة بالفهرنهايت اللي هي تمب، اللي هي درجة الحرارة اللي انا خدتها، ناقص 32. وبعدين برنت هقول له ذا سيليزيوس مثلا فاليو از سي، احط له في الاخر السيليزيوس فاليو، ما هو اساسا اختار فهرنهايت، يعني هو القيمة اللي كان دخلها كانت بالفهرنهايت. طالما هي كانت بالفهرنهايت خلاص يبقى هو عايز يحولها لسليزيوس، فهجيب له المعادلة بتاعت السليزيوس. إلس، أو ممكن أقول له إل إف، بس إلس كفاية لأن إلس معناها إن هو مش بالفهرنهايت، معناها إنه بالسليزيوس، يبقى في الحالة دي هحط له المعادلة بتاعت الفهرنهايت. هقول له 9/5، المفروض في سي، سي بقى اللي هي إيه؟ اللي هي تمب، وبعدين زائد 32. وبعدين هقول له هنا برنت the فهرنهايت value is، وبعدين اف. فطبعا هنا انتر يور تمبريتشر، هقول له مثلا 50. هو هنا بيقول لك بقى وات يونتس فهرنهايت، لو هي فهرنهايت اضغط اف، هقول له اف مثلا. فما قال لي ذا سيليزيوس فاليو از كذا، يعني لما قلت له اف قال لي ذا سيليزيوس فاليو از كذا. لو انا دخلت له هنا 50 ودخلت له سي، قال لي ذا فهرنهايت فاليو از كذا. خلاص، طيب لحد هنا احنا خلصنا تقريبا الاف ستيتمنت. هو هنا بس بيقول لك ان البايثون بيستخدم الاندنتيشن اللي هي المسافات البادئه دي عشان ايه؟ بدل البريسز. يعني خلي بالك انه كان في لغه الجافا او لغه الجافا سكريبت، كان عشان بعد الاف دي كان بيعمل هنا كل براكت يفتح وهنا في الاخر كل براكت يقفل عشان يحدد الجمل دي. هنا بيقول لك هو ما بيحددهاش بالجمل دي، امال بيحددها بايه؟ بيحددها بالمسافات. طالما في هنا مسافه وهنا مسافه يبقى الاثنين دول تابعين لاف، في هنا مسافه وهنا مسافه الاثنين دول تابعين لالس، هو بيقول لك الكلام ده هنا. خلاص، ممكن تحط مالتي لاينز، مش لازم لاين واحد بس. بعد كده هناخد الفور لوب، ولكن هناخده في فيديو منفصل هوضح لك ايه هي الفور لوب، وهناخد كمان معاها الوايل لوب، هناخد حاجه اسمها البريك وحاجه اسمها كونتينيو. كمان من المهارات الاساسيه في البرمجه الفور لوب، مهمه جدا. الدرس اللي جاي مهم جدا جدا. بكده خلصنا الاف الس، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.